صباح الخير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من كلام بيروت. الأنظار اليوم داخليا تتجه إلى محطتين، الأولى جلسة مجلس الوزراء بعد حوالي ساعة من الآن، والتي تتجاذبها تناقضات بشأن التعيينات الأمنية والدورة الاستثنائية لمجلس النواب. المحطة الثانية جلسة الحوار 14 بين تيار المستقبل وحزب الله، غروب اليوم في عين التيني، والتي ستبحث في الحادث الأخير في منطقة السعديات على خلفية ممارسات لمناصري حزب الله. وبين هاتين المحطتين سلسلة عناوين محلية وإقليمية سنتابعها اليوم من الاستوديو مع نقيب المحامين في الشمال الأستاذ فهد المقدم، والذي هو أيضا بموجب قرار صدر قبل أيام عن رئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وأصبح عضوا في المجلس الاستئنافي التأديبي المعني في الطعون في القرارات التأديبية في المحكمة الخاصة بلبنان. أستاذ مقدم صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك بكلام بيروت. أهلا وسهلا فيك. تفضل. ورمضان كريم لألك وللبنانيين كمان. نعم، وعليك أيضا لكل المشاهدين. كيف طرابلس؟ كيف تركت طرابلس؟ طرابلس الحمد لله بهالفترة هيدي عايشة أجواء رمضانية كتير جميلة، وبعد الإفطار بتحس الحركة رجعت لها بشكل كتير جميل، وحركة الاقتصادية كمان بتلاقي مطاعمها ومحلاتها وفي استقطاب كبير، يعني رجعت الحياة الاقتصادية. بس أنا برأيي هيدا منو كافي. نعم، منو كافي. ما في شك أنه اليوم ما يكون بفترات أو مناسبات معينة، مش أنه شهر رمضان أو أنه أعياد تكون المدينة بحالة طبيعية. صحيح، هلا هي ما في شك انه هيدي هالحالة حسسني هلا بشهر رمضان، وهيدي عندنا رحنا حالة احتفالية، بتعرف رمضان له مكان كبير عند الطرابلسية. بس اليوم ما في شك انه الحكومة الحالية وخصوصا وزير الداخلية كان من انجازاتهم المهمة قصة توقف حروب الاستنزاف اللي كانت عندنا اللي صارت بطرابلس. بس هيدي ما خلت الشعب الطرابلسي يشوف من الدولة الا الناحية الأمنية منها، اما الناحيه الانمائيه والاجتماعيه فهيدي في غياب كبير لقلب. معلش انا اليوم بدي اطلع على الوضع ككل. اليوم وين الخط البديل الاقتصادي اللي قامت فيه الحكومه بعد انهاء الاحداث للمدينه؟ نعم، اول شيء طلع على مرافقها، معرض طرابلس، سلطه وصايه للوزير معطل، لا في حصريه للمعرض مع انه هو على منطقه عقاريه مهمه جدا بالمدينه. المرفأ كان ما في شك انه بعد فتره اكثر من سنه شكلوا الهيئه اداره المنطقه الاقتصاديه الحره. نعم، بس كمان مع انه المرفأ اللي هو عندنا بيقدر يستقبل بواخر وحوضه كثير مهم، كمان نفس الشيء بتلاقي فيه كمان ما في. امبارح كان ضيفنا الوزير درباس، وطبعا هو كان له جهد كبير في موضوع المنطقه الاقتصاديه بمدينة طرابلس الخاصة. ما في شك، وبرجع بقول لك الشغلة الأخطر من هيك كمان، يعني معلش هيدي بدها الدولة تهتم فيها. اليوم هالمنع اللي من السفارات الغربية، إنه كل ما بده يجي ضيف بيقولوا لك ما ترجع على طرابلس. طيب ليه؟ طيب وين دور وزارة السياحة بهالموضوع؟ وين دور الدولة بهالموضوع؟ امبارح رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو إجا لعنا على النقابة، مع إنه كان طلبوا منه عدم الحضور لأنه الوضع بطرابلس منو امني منو صحيح، ولحقوا اجا وما صار اي شيء. راح طرابلس. طيب نعم. هلا بهاليومين جاي رئيس الاي بي اي بيقولوا لك ما في جاي طرابلس لانه السفاره الامريكيه مرعته. طيب ما هيدا كمان في ضرر اقتصادي على المدينه. نعم. شوف شو الوضع الامني اللي بطرابلس اكثر من المناطق الباقيه. نعم. على كل حال يعني كنا عم نحكي منطقه السعديات، كنا عم نحكي الوضع الحكومي، الازمه، لنشوف اليوم شو بصير بمجلس وزراء. ولكن مثل ما ذكرنا نبدا بشيء ايجابي بموضوع طرابلس، وحضرتك بلشت بالمطالب وبكل المطالب. ولكن علاء بشير بصحيفة المستقبل يتحدث عن مدينة طرابلس في هذا الشهر، يقول أنها تتألق بمبادرات شبابية، ويقول أن الأسواق التاريخية في طرابلس فيها حركة أكثر من طبيعية، وخاصة بالليل الذي يتحول إلى نهار بفعل الأجواء التي يفرضها شهر رمضان المبارك، وأيضا بالإيمان والعلاقات والانفتاح، وتميزت بالزينة أكيد بجهود بلدية وشبابية. بدي أحكي عن هالموضوع إلى جانب موضوع البلدي، أيضا المبادرات الشبابية والفردية والجمعيات التي تسهم في النهوض بالمدينة، يعني محاولة للنهوض مجددا بالمدينة وتغيير الصورة اللي كنت عم تحكي عنها، أنه الجانب الأمني الملصق بهذه الصورة. ما في شك أنه اليوم قلت لك بوضع اليوم بشهر رمضان طرابلس عم تعيش حالة احتفالية جدا مهمة. نعم. بس برجع بقول لك اليوم أهم شيء هي الوضع الاقتصادي اللي عندنا بالمدينة. نعم.
معامل المدينة كلها كانت في كذا معمل، معمل عريضة، معمل الغندور، كلهم مسكرين. اليوم فرص العمل للطرابلسية منها متوفرة. اجا كذا كذا بوق مركز رئيس الحكومة عدة مرات من طرابلس، شو عملوا للمدينة؟ شو عملوا من مشاريع؟ من مش أعمال. موضوع من بيجي رئيس حكومة، المهم بالمدينة الحكومة تكون عم تشتغل، يعني تكون إمكانيات متاحة للعمل. طلع بغير مناطق، شو عملوا؟ رئيس الحريري كيف عمل بصيدا، كيف عمل بغير مناطق، رئيس فؤاد الشاب بجوني، معلش اليوم مدينة طرابلس انت بتعرف بفترة كبيرة وين الحركة الاقتصادية، وين فرص العمل اللي موجودة فيها. هيدي في مشكلة كبيرة، نحن ما في شك انه هالفترة عم بتعيش بعد تخطي الموضوع الامني، موضوع المحاور انتهى. عم بقلك هذا انا بلشت بحديثي. نعم. اليوم وضع امني ما في شيء اطلاقا، انا برايي يمكن تسجل حالات امنية خارج منطقة طرابلس وشمال اكثر من عندنا اللي عم بتصير بطرابلس وشمال. بس القصة انه مثل ما قلت لك في نوع من شوية دعم وحوافز للاستمرار، صحيح، وهيدي تلك دور الدولة فيها انه تظهر هالموضوع. هيدي تظهر اليوم طرابلس تاني مدينة مملوكية بالآثار، وين اظهار آثارها، وين الحفاظ على آثارها، وين دور الدولة بهالموضوع هذا، تقديمات لقلب. ما في شك انه في حكى ب 100 مليون دولار انه مشير الى طرابلس بلش، بس هسه برايي خجولي. عم بتشوف انه التحرك الشبابي والجمعيات ويعني والمبادرات الفرديه عم بيكون لها وقع، عم يفعل على الارض؟ ما في شك هيدي عم تكون مبادرات فرديه من المجتمع المدني، من مثل ما تفضلت قلت من النقابات، من البلديه. نعم. بس هذا منه كافي بدون دعم من الدوله وحضور للدوله. نعم. انا برايي ما في شك انه الامور بلشت تتحسن، بس بدها اهتمام اكثر. نعم. من الدولة بهم. بالحكي عن موضوع الجمعيات والشباب، يعني في مجموعة شبابية نحن نحب طرابلس كان لها مبادرة وأقامت مأدبة إفطار بباب التباني لأهالي باب التباني وجاب المحسن للتأكيد على سقوط كل الحواجز بين الأهالي تحديدا. ما في شك، قلت لك يعني اليوم اللي صار الأحداث برأيي اللي انتهيت، أغلب المجتمع الطرابلسي متداخل ببعضه وعائلات الطرابلسية متداخلة ببعضها. أنا برأيي هذه المرحلة انطوية. ما في شك كمان في مرحلة تانية، قصة الغبن اللي عندنا كمان، اللي بترجع بقول بقصة التوقيفات اللي عم بتصير لأهالي شباب الطرابلسي، عدم إصدار الأحكام بسرعة بحقهم، إطالة التوقيف لدى الأجهزة الأمنية. بموضوع الخطة الأمنية يبقى في هناك ملاحقات، هناك اشتباه أنه لحتى يكون الوضع الامني فعلا مستتب لا يكفي الانتشار. ما في مشكله، بس انا اليوم انت نحن جاي القانون مع العداله انه التوقيف يكون وفقا للقانون، الاحكام تصدر بسرعه، ليش لا يكون البريء يروح بجريره المذنب؟ نعم. نحن هيدي القصه كمان هيدي عم تعمل نوع من الاحباط باطاله امد المحاكمات عند الناس. وبرجع بقول لك كمان من الناحيه ما بس بدنا نحكي بطرابلس، كمان يعني كمان نتمنى بعكار انه كمان اسرع عدل بعكار انه محافظه، اتمنى كمان انه هيدي وين صار هذا المشروع؟ كمان عم نطالب فيه انه من وقت ما عملنا نقيب، وبنتمنى انه كمان يتفعل الموضوع. محافظة عكار محافظة عزيزة ما بس على الشمال، على لبنان كله. نعم. كمان بنتمنى هذا الموضوع. يعني المفروض مثل ما ذكرنا هناك محاولة بالمجتمع المدني بطرابلس للنهوض مجددا، تغيير هذه الصورة النمطية الأمنية عن طرابلس، ولكن أكيد. المطلوب رعاية رسمية أكثر بغض النظر مين بيكون رئيس الحكومة أو إذا في وزراء من المدينة أو لا. اكيد برجع بقول لك طرابلس وعائلات طرابلس هي المجتمع المدني، هي صوره ورمز للتعايش، التعايش بين كافه الطوائف. نعم. برجع بقول لك امبارح كنا لما نحكي طرابلس بنحكي كل الشمال، اكيد الشمال ما في شك، اكيد سدد على المدينه، اكيد ما في شك. ما هي طرابلس هي بتعرف انت اغلب الشمال، يعني في تمازج بينها كامل. جد المجتمع المدني عم بيقوم بدوره، هذا منه كيف مثل ما قلت لك بده اهتمام من الدوله اكثر، بس الحمد لله الوضع كثير تحسن. نتمنى اهتمام اكثر بالوضع المعيشي الاقتصادي الانمائي لحتى شوي تعطي هالمنطقه اللي تعتبر جزء عزيز من لبنان تحس حالها انها موجوده ضمن الدوله وضمن اهتماماتها. نعم، الحكي عن طرابلس يطول، ولكن القضايا الداهمه اليوم وتحديدا صوره مختلفه عما كنا عم نحكي عنه بمدينه طرابلس هي منطقه السعديات. كاريكاتير اليوم لملحم عماد بصحيفه اللواء تحت عنوان اشتباكات في السعديات عشيه جلسه الحوار رقم 14، رسم المواطن عم بيقول بدنا حوار من دون رصاص وانفجار. اللي صار بالسعديات انا برايي يعني اشاره خطره
وهيدي لازم يكون في، وبرايي اليوم اللي جلسه الحوار او الافطار اللي حيكون ب حوار وافطار، حوار وافطار برايي هي يعني حيكون محورها الاساسي، لانه جد خطره اليوم اذا اي تفجير لهالموضوع عم نفتح باب للنار اللي عم بالحويلانا انها تدخل على قلب الداخل اللبناني. نحن الحمد لله مهم وضعنا الامني بعيد عن اللي عم يصير بالخارج. حسب الله تدخله بالداخل السوري هيدا عم بيشكل خطر على وضعنا الامني، واللي صار بموضوع السعديات كمان اكثر واكثر. برجع بقول لك اليوم نحن الخطر على لبنان هو من الارهابيين، داعش يقرب لهون، ما القصه بجرود عرسال انه هني عم بيحموا الحدود عنا، ما هو صحيح. انا برايي الخطه هني داعش او كان النصر ولا كذا بده يستهدفوا الشام، وهي لحمايه الشام. لو بدهم يفوتوا تعرف حمص وصلوا قريب من حمص، نعم الحدود الشماليه، من حسب الله ما عنده حضور هونيك لا يقدر يحمي الحدود من هونيك. القصه كلها هي لهون. نحن شو بدنا من اللي عم بيصير خارج؟ نعود الى الداخل، نعود الى الداخل لتحصين هذا الداخل، تحصين الداخل اللبناني. مثل بقول لك رجعنا فتنا، خلينا لما ناخذ عبره من اللي صار عندنا بال 75، الحرب اللي دمرت اقتصادنا واللي وما وصلتنا لاي محل، اللي افتعلت ما بين المسيحي والمسلم الوقت اللي رحنا اولاد بلد ومتنزلين. ونفس الشيء هلا بنفس الموضوع بين مكونات المجتمع اللبناني، ان كان حزب الله مكون اساسي بالدوله اللبنانيه، لازم يكون له دور فاعل لحديد تحصين الوضع الداخلي، ما تتفاقم هالحادثه مثل اللي صارت بالسعديات، لانه الوضع اختلف عن ما كان قبل، ما كانت تصير الاحداث قبل، يعني ما صار بسبعة ايار انا برايي ما حيصير هلا جديد، لانه اختلف الوضع اطلاقا ان كان بالنسبه لحزب الله ولا بالنسبه للطرف الثاني. نعم. على كل حال الى جانب الكاريكاتير صحيفه اللواء تقول وتسال سؤال في موضوع الاشتباك بالسعديات، انه اذا كانت ساعات الليل الطويله من الاشتباك، اطول اشتباك حصل بمنطقه السعديات بين سرايا المقاومه التابعه لحزب الله ومواطنين ومن تيار المستقبل، شكلت جرس انذار من انه الاستقرار القائم برغم الخطط الامنيه الموجوده هو استقرار هش الى حد ما، وبالتالي فانه اليوم جلسه الحوار قد يكون العنوان الاول فيها هو موضوع الاشتباك الذي حصل في منطقه السعديات، وبالتالي لاي مدى نقل الامر من الشارع الى موضوع حوار. ما في شك كمان برجع بقول لك هلا ثبتت اللي صار حادثه السعديات ضروره الحوار اللي عم يصير بين حزب الله وتيار المستقبل وجدواه. اليوم لو ما هالحوار وما حيتلاقوا كانت مثل ما قلت لك تفاقم الوضع، وهذا ادى لتفاعلات خطيره جدا. بتشوف انه الطرفين في التزام بموضوع ما يصدر عن الحوار، يعني انه هدنه يمكن اذا بنتذكر شو كانت الاسباب اللي صرح الفريقين من الحوار، وهي برايي عم تعطي بعد نتيجتها هي شوي لتخفيف من الاحتئان. اكيد ما في شك، انت بتعرف اليوم نحن ضمن منطقه عم، واليوم بوجود التطور التكنولوجي من فيسبوك ولا وسائل اتصال، عم تعرف انه اليوم الداخل اللبناني شوي في نوع من الاحتقان اللي انا برايي من السياسي ولا المذهبي ولا الطائفي. هذا الموضوع بس في وعي عند الشعب اللبناني انه بعد التجربه اللي مرنا فيها ان نحاول نحافظ على وضع الامني بلبنان، ان ما نفوت بالصراع بالمنطقه لانه حيكون أكيد مدمر للجميع. على كل حال تعددت الروايات حول سبب هذا الاشتباك، موضوع الاستفزاز يقول الأهالي في مصلى، يقولون أنه مركز للأسلحة، وفي استفزازات في شعارات، في أيضا يعني بموضوع الحرب، ولكن حصل هذا الاشتباك، الجيش اللبناني موجود وأقدم على التطويق، يعني هناك مداهمات، ولكن الخوف لدى الأهالي أن يتكرر. يعني برأيي بحزب الله بالمناطق اللي فيها بتشكل فيها حساسية أو فيها قد تكون أي احتمال لاصطدام ما بين أي مكاتب لقلو مع مواطنين من كافة، أنه لازم يكون في أنا برأيي إغلاق لهالمكاتب أو أبعاد لعناصر مسلحة أو حزبية تؤدي لافتعال المشاكل. برجع بقول لك ما من مصلحة، خلينا نقول مصلحة حزب الله قبل من مصلحة الفريق الثاني أنه يصير فيه أي إشكال أمني. حزب الله شوي أنا برأيي مستنفذ بالمعركة هوني، ما له مصلحة لا حتى يفوت بمشاكل داخلية، ولا له مصلحة كمان كل الشعب اللبناني أنه تتطور هيك
شو اسمه. أنا برأيي كمان حتى بهالموضوع لازم تاخذ الموضوع شوي بحكمة، والرئيس بري عم يلعب أنا برأيي دور إيجابي بهالموضوع هذا. منطقة سعديات بتشوف أنه هذا الاشتباك في هذه المنطقة له دلالات تحديدا يختلف عن حصوله بأي منطقة أخرى؟ ما هلا ما في شك، نوع من أكثر من دلالات، دلالات أكيد اللي نحن عم نحكي فيها اللي عم بيعيشها الشعب اللبناني. وهذا هو أحد الأماكن اللي صار احتكاك فيها. برأيي الأماكن مثل ما أنا اللي بيكون فيها احتكاكات شوي يكون في تبريد للمواقف، لحفاظها مثل ما قلت لك على على وضعنا بقلب لبنان، تحسين الوضع قدر المستطاع. بصحيفة المستقبل تطرح علامات استفهام حول مراكز يعني الحزب على طول الخط الممتد من بيروت إلى منطقة الجنوب والشوف والإقليم، موضوع يعني ما قام به عناصر من حزب الله، الفتنة الكامنة على المفارق كما قالت صحيفة المستقبل هي منطقة السعديات وهذا الخط من بيروت إلى الجنوب، مثل ما بنقول من بيروت لطرابلس قد يكون هناك نقطة معينة. صديقي المشكل الأساسي هي عند حزب الله، لازم يكون عنده تصور لمفهوم الدولة. مفهوم الدولة للحفاظ على الوضع الداخلي للمؤسسات بالبلد، ابتعاد عن أماكن الاحتكاك، السلاح برأيي كمان لازم انهائه، تسليمه للجيش، والجيش يكون هو مسؤول عن الأمن. وأثبت الجيش بعدة أماكن أنه هو قادر أنه يضبط الأماكن التوتر وأماكن حصول أي خطر على الوضع الداخلي اللبناني. ما في شك أنه وجود مكاتب حزبية لحزب الله أو لأي أحزاب مسلحة بدها تشكل خطر على الوضع الداخلي، هيدي خطرة جدا. برجع بقول لك إياها، النار إذا كانت لحقت وولعت ما حترحم حدين. الوضع برجع بقول منه مثل قبل مثل هلأ، اليوم الاحتئان اللي عم بيصير بالمنطقة، الخطر اللي على أبوابنا اليوم، الوضع الإقليمي إذا أثر على الوضع الداخلي بشكل أكثر من هيك خطرة جدا على الجميع، على جميع شرائح المجتمع اللبناني. نائب محمد الحجار يتحدث عن الموضوع وحكيت عن مشكلة السلاح المتفلت، يعني كتار ناس بإيدهم سلاح ويمكن استخدامه بأي وقت، تتدخل الدولة لاحقا. صحيح ما في شك، قلت لك هذه وضع قصة السلاح بده حل. يعني اليوم السلاح بإيد حزب الله لازم تسليمه للدولة، أي سلاح بإيد الشعب اللبناني. ما عم تحكي عن السلاح الاستراتيجي المقاوم، تحكي عن السلاح بالداخل. السلاح الداخلي أكيد هذا لازم، لأنه هداك موضوع هذا كمان لازم يكون كله بأيدي الأجهزة الأمنية، بأيدي الدولة هي ترعى. لأنه أنا برأيي اليوم السلاح الموجود بالداخل ما في له ضرورة، بيظل وجود اليوم الجيش اللي عم بيلعب دوره على كامل الأراضي اللبنانية، وما في خطر داهم ضمن الداخل اللبناني بيظل حضور القوى الأمنية لحماية الشعب اللبناني. فالسلاح خطر ما في شك، لأنه بالنهاية بيؤدي لمفاعلات مثل ما تفضلت، الحادث فردي. دايما بتشوف أغلب الحوادث الكبيرة بلشت بحوادث فردية وتطورت ما بس بلبنان، بكل لكن حال ردود الفعل كثيره من منطقه الاقليم، من الحزب الاشتراكي، من النواب في المنطقه، من في احتئان مثل ما قلت لك. بعد هذه الردود والاستنكار، الدعوه الى ضبط النفس والعوده الى تحصين الداخل، لانه هيدي نار ما بترحم حدا. يعني اذا كان في حال ولعت ما حترحم حدا. ايضا استاذ ألا سركيس بالجمهوريه كتب من منظار اخر، حكينا عن موضوع الحوار، انه في كل مره يكون هناك حوار يكون هناك مشكلة ما على الأرض، وكأنه أن يكون العنوان الآني يتصدر الحوار ويتم يعني ترك الأمور يلي فعلا لمناقشتها على الصعيد السياسي على الصعيد الداخلي بمكان آخر. أستاذ آلان سركيس يكتب عن فعالية الحوار في ضوء اندلاع هذا الاشتباك بمنطقة السعديات، ويعني إلى أي مدى ممكن بكل جلسة حوار حتى لو كانت محددة لاحقا يحصل شيء ما طارئ ويتم مناقشته وبيروح الأمر إلى مكان آخر. ما في شك انه اليوم في ايدي غريبه ما بتريد بلبنان يضل الوضع الامني مستتب. ما في شك انه في كثير متضررين انه يضل يكون من الوضع الامني او يكون في تقارب بين اللبنانيين، ونحن هذا هالموضوع تعرف انت عبر تاريخ كانت عم نلمسها. هيدي اول عناصر اللي فيها بده يكون حذر منها، ما بس كل اطياف الشعب اللبناني ان كان تيار مستقبل ولا حزب الله او اي في مناطق احتكاك. اثنين برجع بقول لك اياها، السياسه اللي متبعه حزب الله
موضوع التدخل السوري، بموضوع السلاح، بموضوع بعض التصاريح اللي عم بتصير قد تؤدي إلى احتقان مذهبي أو مناطقي أو استفزازي بظل الظروف اللي عم بتصير بالمنطقة، كمان هيدي ما بتصب بمصلحة لا الشعب اللبناني ولا الداخل اللبناني ولا الأمن اللبناني بظل اليوم أنت اللي عم بتشوف التحديات اللي عم بتصير بالمنطقة، إن كان بالنسبة للبترول اللي عم إسرائيل اللي عم تاخده، ورحنا الغاز اللي الغاز اللبناني ونحن أسر بدنا نحكي حلقة. بختام الحلقة عن الموضوع في أمور كثيرة اقتصادية حكيت عن موضوع 7 أيار اليوم. أمال الخليل أو أمال خليل بصحيفة الأخبار تحت عنوان حادثة السعديات هل هي بروفا لسبعة أيار جديد، تقول أنه حصلت اتصالات من قبل مسؤولين بحزب الله، تحديدا مسؤول لجنة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا، بمرجعيات أمنية بالمستقبل دعاهم إلى ضبط الشارع كي لا يقع الأسوأ، وهذا حصل. يعني أثمرت هذه الاتصالات الانسحاب من الشارع، كأنه الحق على الأهالي اليوم. منه صحيح الحق من الأهالي، بس برجع بقول لك إياها 7 أيار ما حترجع تتكرر من جديد. قلت لك الوضع اختلف تماما، الوضع الداخلي والوضع الإقليمي، وضع الحزب، وضع حتى الفريق الثاني ما بقى مثل الأول. برجع بقول اليوم الحزب مستنفذ بحرب، ولكن واضح في تراكم كامل بالبلدة، مش انه الحادث جاء من ساعة، وعلما انه سيارة اجت واطلقت النار على محل لبيع القهوة للأهالي، مش هو كأنه هو شرارة، ولكن في شيء قبل اكيد في احتقان، اكيد استفزازات. قلت لك نحن عايشين بمجتمع انت عم بيصير في استفزازات بالشارع، عم بيصير في استفزازات على مواقع التواصل الاجتماعي، عم بيصير في استفزازات بالسياسي بالتصاريح، في استفزازات بكل المحلات. برجع بقول لك في احتقان، الكل بس واعي بالقيادات السياسية بلبنان انه ما حدا له مصلحة ياخذ البلد على غير محل، وبرجع بقول لك اياها حتى الوعي اكبر. انا برايي مثل ما قلت لك هالمرة لن تكون مثل سابقتها، لأنه حيكون نتائجها كارثية على البلد. ننتقل نحن وياك أستاذ فهد والمشاهدين إلى موضوع مجلس الوزراء اليوم، كثيرة هي التوقعات وكثيرة هي السيناريوهات المطروحة بموضوع انعقاد الجلسة، أهميتها ونتائجها، وفي إمكانية يعني الوصول إلى نتائج ما بعد التوقف لاستراحة أولى. ابقوا معنا مشاهدينا. نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع الأستاذ فهد المقدم نقيب المحامين بالشمال، يعني بموضوع مجلس الوزراء. ولكن قبل الدخول بما يجري في مجلس الوزراء اليوم، تقول صحيفة النهار أنه مع انعقاد هذه الجلسة تحرك مجددا لأهالي العسكريين المخطوفين لدى الجماعات المسلحة في جرود عرسال، تحرك اليوم هو تصعيدي، هناك قطع للطرق في بيروت وحتى على طريق الجنوب أيضا بالصيفة مدخل صيدا. بعد دخول هذه القضية كما تقول النهار يعني ما في أي شيء جديد، هناك وعد للأهالي أكثر من مرة ولكن شيء جدي ملموس ما صار. يعني أنا برأيي تحرك الأهالي المأوفين العسكريين في نوع من الأحقية، في اليوم بكل الدول اللي بتحترم نفسها لازم تعطي أهم شيء، غير أن قضية أنه الدفاع عن جنودها كمان مشان معنويات الجنود الباقيين. بتلاقي الجيش الصهيوني يمكن مشان قتيل بيستبدلوا بكذا موقوف مشان لحتى يعطوا معنويات لجنودهم، وأغلب الدول هيدا اللي بتقوم فيه اليوم. إذا كان هالحالة اللي عندنا ما أنهيناها، كمان هيدي بكى أي عسكري بيقول لك أنا معرض أني أقع بنفس الواقع. واليوم معنويات عند العسكر شغله مهمه، خصوصا انه اليوم الجيش اللبناني عم بيقوم بمهمات متقدمه جدا، حمايه لبنان على الحدود، مهمات الامنيه الداخليه، عم يلعب دور كبير، ولازم تحصينه وتحصين جنوده بمعنوياته والسعي لانهاء هالحاله الانسانيه كمان اكثر من الحاله كمان الوطنيه. بتحس كمان انه الدولة ما كتير مهتمة الهيئة بالموضوع لانهاء هالحالة، بتحس انه كمان ما عم بيحاولوا. ليه ما يتحاوروا معهم؟ يتحاوروا،
يشوفوا بأي طريقة لإنهاء هالأزمة. على كحل متشعب الملف، موضوع داخلي موضوع إقليمي أيضا للضغط من أجل الإفراج. صحيح. والقضية يعني في كل وقت بيكون هناك محطة تقترب من هذا الموضوع، ولكن بيطلع أنه ما في مفاوضات جدية لحد الآن. بموضوع الحكومة اليوم أربع حمص بالنهار تحت عنوان جلسة حكومية رسم أشخاص يتنقلون بين البيض وتعليق السير بين نقاط جدول الأعمال. بموضوع الحكومة رح يكون معنا الآن اتصال هاتفي مع معالي الوزير نبيل دوفريج. صباح الخير معالي الوزير. صباح النور إلك ولضيفك الكريم. نعم، كنا نتحدث عن الموضوع الأمني، ما جرى في منطقة السعديات، وبدي رأيك بما جرى، وهل فعلا هو كان حادث عابر فردي أم له قبل تداعيات وستكون له تداعيات؟ والله استاذ سلمان، انا مني من الناس يلي بيقدروا يحللوا موضوع من هالنوع. قبل شيء ما ولكن هل الو عم الو عم تسمعني؟ ايه تفضل. انا عم بقول انه انا ما تابعت الحادث بتفاصيله. نعم. بس بهالايام حتى لو في حادث فردي بسيط دغري دغري عم بيتحول لحادث اكبر من فردي، وعم بياخد طابع اكبر من ما هو. نعم. عشان هيك الواحد بده يكون كثير يعني يتريث كثير بتحاليله. نعم. والاجهزه الامنيه عم تشتغل على الموضوع. ولكن مع الوزير نعم. ايه تفضل. لا تفضل. مصادفة انه ايضا اليوم في جلسه للحوار على غير مجلس الوزراء، وبالتالي الكلام اليوم عن امكانيه احتواء اي حادث يحصل وما جرى في منطقه السعديات، ولكن الى اي مدى ممكن كل ما يصير حادث رح نعمل جلسة حوار؟ هو اساسا جلسة الحوار ما اجت من وراء الحادث. أيه. جلسة الحوار كانت يعني مقررة من اخر جلسة. نعم. بقى لكن مثل ما بعطول بقلك استاذ سلمان، الحوار اذا ما نفع ما بيضر. ايه. ضروري انه يكون في حوار. لبنان بلد الحوار، وبلان اساسا انشئ على الحوار، يعني مش انه يعني مش انه على الدم وعلى كذا. ولكن نعم، من الضروري اليوم تفضل. لا عم بقول رايي اليوم انه الحوار لازم يتم، ولازم يتكمل الحوار مش بس مع حزب الله، مع التيار الوطني الحر، مع كل الناس اللي في خلاف كبير نحن وياهم. في عنا حلين، يا بدنا نجيب سلاح وبنرجع بنخرب البلد وبنرجع بنهدم كل شيء عمر ورفيق الحريري الله يرحمه. نعم. ويا بدنا نجرب نلاقي حل بالحوار، خاصة انه شفنا انه سلاح ما بيؤدي لشيء الا للخراب. اليوم عم نحكي عن السلاح المتفلت بالداخل يلي سهولة في سلاح متفلت بالداخل، شو بدك تعمل؟ وقت اللي حدا عنده سلاح وعم يتصرف فيه بطريقة غير عقلانية بوقت من الوقت من الاوقات، وبأصابيع شوي هيك عم ترتفع شوي زيادة عن اللزوم، شي طبيعي انه هيدي بتخلي بتخلق حساسية عند غير فرقاء يلي بيقولوا والله علي وعلى مشان نعم بنفضل ما نوصل له، وهذا سبب الاساسي للحوار. نعم. مع الوزير بموضوع الحكومه، عم تسمعنا منيح؟ انا عم بسمعكم كثير منيح. نعم، في شويه تشويش بالهاتف. على كل حال، بموضوع الحكومه ندخل الى حوار بالحكومه بعد التعطيل ام انه لا الى صدام برايك؟ والله اللي احنا اليوم مش رايحين لا بجو نصطدم، نحن رايحين نشوف على المضبوط يعني امور الناس ونمشي بجدول اعمال يلي هو كله بيتعلق بحياه المواطن. نحن استاذ سلمان مقتنعين من شغله انه القرارات الكبيره والقرارات السياسيه عم تتاخذ برات مجلس الوزراء. مثلا الحوار اللي عم تحكي فيه اليوم وغير حوارات، خلينا نحن نعرف حدودنا داخل مجلس الوزراء شو هي. نحن حدودنا انه نشوف هالمواطن كيف نقدر نخفف من ألمه بظل هالمنطقة، بظل هالوضع الاقتصادي التعبان، وما حدا بالعالم باله بلبنان. نعم. بقى بعتبر انا كل شخص بده يوقف بوجه اخذ قرارات بمجلس وزراء بتتعلق بحياة الناس، هذا الشخص بيكون عم بيضر جميع، يعني عم بيضر الناس، ما عم بيضر الفريق الاخر. نعم. يلي هو ضده، اما هو على خصومة هوية. نعم. عم بيضر كل الناس، عم بيضر المزارع، عم بيضر الصناعي، عم بيضر الاقتصاد، عم بيضر السياحة. مشان هيك نحن عم نقول انه هالاسلوب هيدا انه يا بتمشوا مثل ما بدنا يا ما في شيء يا كذا، هيدا اكيد ما
ما بيخدم. نحن اكيد رايحين اليوم ورايحين واضح ندعم موقف دولة الرئيس تمام سلام يلي بعتبر انه عطى وقت كتير كبير للاتصالات، ان شاء الله اليوم يبشرنا انه صار في شيء. واذا لقى برايي انا انه اذا قرر يفوت على جدول الاعمال نحن حنبقى حد. مع الوزير الى جانب موضوع جدول الاعمال يلي هو يناقش من مؤجل بدعم من الرئيس بري ودعوة الرئيس سلام، ولكن هل بتشوف تم تكبير موضوع التعطيل ووضع الأمور عند تكتل التغيير والإصلاح أنه هو يعطل بحجة موضوع الأموال، موضوع المزارعين، موضوع النفايات قريبا، أنه في قرارات يجب أن تتخذ ملحة ولكن الجنرال يعطل، وجنرال أو تيار الوطن الحر يقول عكس ذلك، نحن نطالب بتطبيق الدستور بموضوع التعيينات. استاذ سلمان انا بدي ما بدي حدا يوقع بالفخ. مظبوط انه الجنرال بالواجهه عم بيعطل، بس بدك تشوف على مين مستند حتى يعطل. هون القصه. نعم. ليش حتى كتله الوفاء للمقاومه وليش الوزير فرنجيه وليش يعني هاللي معه والتشناك ماشيين معه بهالتعطيل؟ في حدا اكيد في شيء انه هل تعطيل هذا منه ما له يعني عم بيعطل كمان اذا بدك الحياه الاقتصاديه تبع جماعته وتبع جماعتهم. شو وقت اللي عم تاخذ قرار بيتعلق بالصناعه اما بالزراعه اما بالسياحه اما بشو ما كان، هذا بس بيتطبق ل 14 اذار؟ بيتطبق لكل الشعب اللبناني. نعم. يعني هالتعطيل هذا ما له مبرر ابدا ابدا ابدا. نعم. في ضوء الكلام مع الوزير انه يا بيكون في بند تعيينات او انه تعديل جدول اعمال او انه مش حيصير في قرار. امبارح الوزير الشهيب عم بيقول انه مش حيظهر من مجلس الوزراء ايضا اذا ما صار في حل لموضوع الانتاج الزراعي. امبارح الوزير درباس عم بيقول ما زال هو الموضوع هيك، اذا انا عندي مطلب ايه بظهر من الجلسه وما بصوت. وين منشان هيك منشان هيك بدك ترجع مثل ما كان يقول الله يرحمه فؤاد شهاب، بدك ترجع للكتاب. للكتاب بيقول شو هو صلاحيات مجلس الوزراء. هيدا كله من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء. هلا رئيس المجلس الوزراء لانه في شغور براس السلطه التنفيذيه يلي هو رئيس الجمهوريه في لبنان ما بده يستعمل كل هالصلاحيات وعم بيراعي الوضع معه حق فيه، بس وقت بتوصل القصه للقمه العيش عند المواطن ساعتها بدك تحط كل هالحساسيات على جنب وتشمر على جنودك وتاخذ القرارات اللازمه حتى تساعد الناس. القرارات لازم ناخذها ما خاصه ب 14 اذار اما ب 8 اذار، قرارات مصيريه للناس اللي ذوي الدخل المحدود داخل لبنان. هيدي القصه كلها. وكيف يمكن تلبيه المطالب سواء للتيار او لغيره؟ اذا كل مره من ما بعرف تلبيه المطالب شو هي؟ اذا قضيه التعيينات هيدا الوزير نهاد المشنوق باخر جلسه وصل وقال انا بعد 24 ساعه اللواء بصبوص بتخلص مهمته لازم نعين، انا عندي هالاسم تفضلوا عينوني ايه؟ رفضوا يعينوه. هل ما هل انه هاد مشنوق قام وقال انا بدي اعطل مجلس وزراء واذا ما مشيتوا لي هالتعيين انا بدي اوقف كل شيء؟ نعم. يتوقع على الاقل بموضوع الدوره الاستثنائيه اصدار هذا المرسوم، لانه كان الرئيس بري يقول بالدستور مامن النصاب نصف زائد واحد. نحن بالنسبه لإلنا خليني احكي بالنسبه لإلي ايه وبالنسبه لإلنا بظن نحن ما فتح دوره استثنائيه في امور بمجلس النواب ضروريه جدا جدا جدا. اكيد انتخاب رئيس جمهوريه هو الضروره الاكبر، ولكن اذا لا سمح الله ما قدرنا وصلنا لانتخاب رئيس جمهوريه، هل هالقروض الميسره هالموجوده من البنك الدولي يلي بتخلص مدتها بعد شهر واذا ما اقرت في مجلس النيابه ستسحب وتعطى لبلد اخر؟ وهون لازم تعرف استاذ سلمان واللي عم بتسمعونا لازم يعرفوا انه كل ملف مساعده تمويل مشروع بدك تقدمه على الصناديق العربيه اما على البنك الدولي عما على كل هالجهات المانحه اللي بتعطيك قروض اما هبات ميسره. نعم. قروض ميسره حتى تكون ملف بدك 3 سنين. يعني هالمليار و100 مليار و200 مليون دولار الموجودين ما لك غير ما تصوت عليهم مجلس النواب حيطيروا وما بيقدر يجي غيرهم. واليوم بيقولوا لك حبيبي
لبنان عرسنا، بس هلا في عندك مشاريع بكره لاعاده اعمار سوريا والعراق وليبيا ومصر وتونس وكل هالبلاد اللي صار فيها مشاكل، وبكره البحرين وبكره اليمن. لا يا اخي، نحن اعطيناكم هالفرصه، انتم ما استفدتوا منها. نعم، شكرا لك. نعم، شكرا لك معالي الوزير دفراج على هذه المداخله. اخذنا من وقته، راح يدخل على مجلس الوزراء ايضا. حضرتك كنائب محامين، كمواطن لبناني تعطيل مجلس الوزراء واعاده اجتماعه، ولكن بعد العقد ما تحلحلت، كل حدا بده يامن مطلبه، امور الناس مين بتبعها؟ يعني كمواطن هلا عم تحكي، بدي احكي كنائب محامين، اللي انا من ضمن يعني من ضمن مهمتي او من ضمن الاشياء بؤمن فيها هي الحياة الديمقراطيه الدستوريه، القانون، تطبيق القانون، سلطه الدوله، هيدا من ضمن قناعاتي كنائب وكمواطن. اليوم ما في شك انه عندنا مشكله اساسيه كبيره، هي غياب المؤسسات اللي عم بلشت عم تنهار، ما بقى باقي غير مجلس الوزراء. وكانت حافت الانهيار، نشوف اليوم اذا بتمرق. وهيدي خطره جدا انه يكون في فراغ بالبلد، فراغ لمؤسسات الدستوريه. اكيد ما في شك انه الشعب اللبناني مثل ما تفضل معالي الوزير بحاجه لانتخاب رئيس جمهوريه للجمهوريه لبنان. ونحن مثل ما صار في جلسه مشتركه مع نائب بيروت، حنعمل تحرك بهالمجال لحتى يكون عندنا مطالبه بهالموضوع. اثنين الهيئات بدك تتحركوا ايضا، عندكم مطالب كنقابتين بدنا نعمل تحرك. شو بدكم؟ جد لازم يصير في انتخاب لرئيس الجمهوريه. جد تعطيل وين بدك تعملوا تحرك؟ بالرابيه، بمعراب، قدام مجلس الوزراء، عند الرئيس بري، وين؟ كان قابض محامين، رحنا سلطتنا الفعليه ما بالتحرك والتظاهر. سلطتنا بتعرف انت اليوم المحاكم او كان الوضع القضائي قاعدين مارس ضغط على كفه الصعود، وحتى بالعلاقات اللي رحنا عم نحكي شيء رمزي هلا. بتعرف انت كمان اليوم كثير من الوزراء والنواب هن محامين. برجع بقول لك اكثر من هيك، محامين اكيد بيحكوا عن تطبيق الدستور. صحيح. بنرجع بعد انتخاب رئيس جمهوريه، اليوم مجلس النواب اكيد الممدد كمان، هيدا لازم يكون في انتخابات لمجلس نيابي باقرب وقت. خلينا نخلص من الموجود، نوصل لمجلس الوزراء. مجلس الوزراء اليوم اللي عم بيصير مر على حافه خطره، مثل ما قلت لك ما لازم الكل متفق انه ما لازم يكون في ان تكون المصلحه انهيار اهم، انهيار لهالمؤسسه هي فوق المطالب، انهيار لهالمؤسسه. مثل ما تفضل يعني اليوم وقت حكى الوزير مشنوق بقصه تعيين لمدير عام قوى امن الداخلي، ما لازم يكون اي تعيينات او اي اشكاليه امام انه اليوم مصلحه البلد. اليوم ما تاخذني مثل ما قال في قروض، اذا ما صار في انعقاد لمجلس النواب لاقرار امور تشريعيه في ضرر للبلد بده يصير. نعم، اليوم هيدي هالضروره بتقتضي انه يتناسوا شوي الخلافات السياسيه او بعض المصالح الضيقه لبعض القوى السياسيه لتسهيل عمل الحكومه بهالمرحله، من بين اللي قدرنا وصلنا ليكون في انتخاب رئيس جمهوريه لاعاده الحياه الديمقراطيه. ولكن مطلب موضوع التعيينات الامنيه هو مطلب دستوري وقانوني، ومثل ما بقول التيار الوطني الحر، ومفروض يعني البت في هذا الامر. صحيح المشاكل كثيره، ولكن في مطلب دستوري. طيب ما في شك، اليوم لازم نحكي اليوم بالقانون. اليوم وضع جدول اعمال هي صلاحيه، ما عم نفوت بالتفاصيل، صارت واضحه القضيه. نعم، هيدي تنطرح، ولكن بحق الوزراء يشاركوا ويعدلوا لانه مني. وصحيح تنطرح بالطريقه الديمقراطيه بالتصويت وفقا لاليات دستوريه. ما بقصه انه انا بدي اعطل وانا بدي انسحب وانا لا الواحد يفوت بالسلبيه، يفوت بالحوار. الحوار هو بيوصل بالنهايه ل انك تقدر توصل بالبلد ل انك يصير في تعيينات، يصير في مؤسسه مجلس الوزراء تؤدي الدور اللي متخزي ما بقى غيرها كمؤسسه دستوريه عم تقوم بدورها. هل فعلا بتوافق الاستاذ نقولها نصيف يلي كتب اليوم تحت عنوان حكومه الاكثريه والاقليه، من يلوي ذراع من؟ يعني موضوع انه بين التيار المدعوم من حزب الله وبين بقيه الوزراء، وهي وصلت الامور لهون؟ يعني ما فصلت لوي اكثر ما قصت، عم بيمارسوا نوع من الضغط لكل واحد ليمرق مصالحه. نوع من الضغط، بس برايي انا لازم بهالمرحله هيدي ما حدا له مصلحه انه يفجر الوضع الحكومي او يعطل
مؤسسة مجلس الوزراء، لأنه بدنا نروح على الفراغ، والفراغ هون أنا برأيي كرسي على البلد. نعم. بيظل هالمرحلة هيدي. قبل ما توقف مع استراحة بموضوع طرابلس مجددا وموضوع مجارها في سجن رومي ومتابعة الوزير المخنوق واللواء ريفي والموضوع بيد القضاء، ولكن حصلت هذه القضية، حضرتك كنائب محامين كنت عم تتابع الموضوع، وبالتالي موضوع المحاكمات والإسراع فيها وموضوع السجن، شو بتقول؟ يعني أنا مجرد ما داولت وسائل التواصل الاجتماعي الفيديو البشع بدي أقول دغري عملت بيان واستنكرنا الموضوع، ودغري عملنا مؤتمر صحفي وكلفت مدير معهد حقوق الإنسان أنه يتابع هالموضوع، وعم نتواصل مع مدعي عام التمييز، صار في اجتماع مجلس النواب للجنة وكنا ممثلين فيها طبعا. ما في شك الشغلة ما بتعطي صورة اللي لبنان هو عم يعطيها بمحيطه العربي والدولي. أخطأ عنصر، أخطأت عناصر، لازم يكون في ينزل عقاب بحقه، وهذا ما قال الوزير المشنوق. وتم وأنا برأيي أكثر، هيدي صارت قضية وقضية رأي عام، ما لازم يكون في تعتيم عليها، بالعكس لازم يظهروا للرأي العام أنه شو من هالأسماء وكيف شو أصدر بحقهم عقوبات والعقوبات اللي اتخذت بحقهم، لأنه قضية رأي عام. الكلام اللي صار على خطرة جدا أنه تصدر من إنسان عادي كيف من عنصر أمن، وبرجع بقول لك ما فيك تحمل المؤسسة الأمنية، نحن بالعكس المؤسسات الأمنية نحن ضانينين عليها لأن هي عم تحافظ على البلد. عناصر. بس ما في شك أنه بأي مؤسسة بيطلع عناصر يمكن شوي تخطئ ترتكب عمل بينزل بيطبق القانون بحقها، بالعكس هيك بتحافظ على المؤسسة الأمنية، وهذا الذي حصل، بتحافظ على الأساس، وهذا حقيقة الوزير المسار القانوني والقضاء صحيح. الوزير مشنوق أو مشكور بهالموضوع هذا وتحرك. رح نتابع معك أستاذ فهد المقدم الحوار بعد الاستراحة الثانية، ابقوا معنا مشاهدين. نتابع معكم مشاهدينا القسم الأخير من كلام بيروت مع الأستاذ فهد المقدم نقيب المحامين في الشمال. أستاذ فهد، قبل ما نختم بالملف الأخير، حضرتك كما ذكرنا عضو في المجلس الاستئنافي التأديبي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لو تعطينا فكرة يعني عن دورك أن تكون عضو في هذا المجلس. أنا قبل ما كنت تعين بهذا البوست بهذا المركز أساسا على لائحة المحامين المتضررين بالمحكمة الخاصة بلبنان، نعم، وحتى بالمحكمة الجنائية الدولية، نعم. وبتعرف أنا المحكمة بتعنيني بالشخصي وبالسياسة وبالقانون. يعني اليوم هيدي أنتوا بتتابعوا شو كعضو من ضمن مجموعة؟ هلا قبل ما يكون هالتعيين مثل ما قلت لك هيدي كانت احنا على أساس ضمن النظام القانوني اللي للمحكمة. هلا ما في شك إنه هيدي محكمة دولية وبتتمتع بمهنية وحرفية عالية جدا، نعم. أنا شاركت معهم حقيقة الأشخاص الدوليين والعرب الموجودين فيها على مستوى عالي جدا من شو اسمه هيدا المركز. أنا سعيد إنه قدرنا جبناه للبنان خصوصا لنقابة طرابلس. هو الطعونات يلي أي شخص بالمحكمة، محامي قاضي موظف، بيرتكب اي خطا لقانون الاداب او مجلس التاديبي بيتحول مجلس تاديبي. طعن بدك تطعن امام بهالقرار، بتطعنه امام محكمه الاستئناف اللي انا عضو فيها. هيدي المحكمه تؤلف من 30 من قاضي وانا عضو فيها. حتى اوقات بعد التفاسير اللي بعد الاجراءات اللي عم بتصير امام محكمه الدرجه الاولى قد تعرض على هذه المحكمه. مثل ما قلت لك هو بوست جديد، يعني كهيئة مشكلة جديدة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، عم نوضع على أسسها. حتى عم نحكى أنه نحن قلنا سلطة كمحكمة إذن نحن نحول على المجلس التأديبي أي شخص بيرتكب أي خطأ. على كل حال المحكمة بتتابع أعمالها ومستمرة ومراحل متقدمة. صارت يعني القضايا كثيرة والملفات، ولكن مجددا موضوع النفط والغاز يعود إلى الواجهة، بعد ما أنه ذكرت بالبداية أنه موضوع النفط أنه إسرائيل أصبحت بموقع متقدم من إنتاج النفط والغاز بالمياه الإقليمية اللي هي قريب كثير للبلوكات يلي موجودة بالمياه الإقليمية اللبنانية. اليوم تحت عنوان وبصحيفة السفير، إسرائيل تنقب عن النفط في الجليل والجولان وقرب الناقورة، وبالتالي هناك وساطة أمريكية كما تقول السفير لإغراء لبنان بالمساومة على حقوقه، وتتحدث عن زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة إلى لبنان، إعادة يعني تحريك هذا الملف. ولكن إلى أي مدى يمكن أن يقبل لبنان المساومة على هذه الحقوق طبعا بضغط إسرائيلي؟
انا برايي ما في ضروره ليساوم او لحتى يقبل باي تنازلات بهيك ملف. هيدي ثروه وطنيه، يمكن الخلافات السياسيه او عدم وجود مؤسسات دستوريه عم بتاخر انه نبلش الاستخراج والاستفاده منه. اكيد وقت بتبلش اسرائيل تبرم على النفط بحدودنا الشماليه، معناتها انا برايي قطعت مرحله بسرقه الغاز بالبحر اللي موجود عندنا بضمن مياه نقطيه. لكن هذا الحق على لبنان يلي ما قدر بعد يبلش الانتاج. على لبنان وعلى المسؤولين اللبنانيين انه هيدا الموضوع ما لازم يكون في تاخير فيه. لانه هيدي ثروه بتنهي الازمه الاقتصاديه اللبنانيه ولو بعد 10 سنين. لو بعد 10 سنين بتنهي الازمه الاقتصاديه اللبنانيه، وهيدي نعمه الله نعم علينا لما بنستفيد فيها. لا لا، حترك العدو الاسرائيلي عم بيسرق. نعمه على مين استاذ فهد؟ على اللبنانيين؟ على الاقتصاد اللبناني طبيعي. اذا او على بدها تتوزع على مثل ما كل شيء بيتوزع والناس بتكون بمحل ثاني. يعني هيدي برجع بقول لك في تضارب مصالح بدها. ما في شك انه في تضارب مصالح مثل ما تفضلت قلت. بده المسؤولين يفكروا بشوي بتفكير وطني، لانه نحن امام دين كبير على البلد. الازمه الاقتصاديه ضخمه. هيدي انا برايي بحد الادنى بتحل من هالمشكله، وبحد الادنى ما تروح للعدو الاسرائيلي انه يستفيد منا ويحصن اقتصاده على حساب ثرواتنا وعم يسرقنا على نحن قاعدين متلهيين بجنس الملائكه. كيف بدنا نعين رئيس مدير عام او كيف بدنا شو اسمه بالوقت اللي صاروا النفطيه. في قضيه في قوميه وطنيه، في قضيه قوميه كبيره مثل هيدي. انا برايي هيدي اللي لازم تكون اهتمام لانه يبلشوا فيها. واكيد لو ما كان في شيء من الحديث ما كان مثل ما تفضلت قلت ايموس جاي لهون ليحكي بهالموضوع، معناتها الثروه النفطيه موجوده وكانوا مبلشين عم بيحضروا نوع من المراسيم للاستخراج تبعها. لازم تنحط على ما بس على جدول اعمال البدء ببدء فعلا بموضوع التنقيب. على كل حال بدنا نشكرك، ونحن وياك والمشاهدين يتاملوا خيرا اليوم من اجتماع مجلس الوزراء انه يكون في شيء قرار على الاقل بعد هذه المبادره باعاده الاجتماع. يعني ان شاء الله. انا بدي اتشكرك على مقابلتك الكريمه، وبرجع رمضان كريم مجددا لك. يخليك رمضان كريم لك وللشعب اللبناني، وان شاء الله بتيجي الامور على خير بكل الامور مثل ما اجى. دعوه لزياره طرابلس. اهلا وسهلا فيكم، طرابلس مفتوحه للكل. صحيح. شكرا لك، وشكرا ايضا للمشاهدين على المتابعه. الى اللقاء.